أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، نستمر معكم في سلسلة محاضرات مادة ميكانيك المواد. وصلنا إلى الفصل السابع Open Channel Flow. هذا الفصل يعتبر أحد التطبيقات على المعادلات الآخر السابقة اللي أخذناها، شلون نطبق الكونتينيوتي كويجن وكذلك شلون نطبق البرنول كويجن بين نقطتين، وتطبيقات جدا مهمة. في هذا الفصل الاوبن شانل فلو، اول سكشن راح نحكي على تايب اوف فلو ان اوبن شانل، انواع الجريان بالاوبن شانل عندنا. اللي الاوبن شانل عندنا شنو انواع الجريان الموجوده عندنا. في السكشن الثاني راح نحكي اوبن شانل فلو كلاسيفيكيشن، تصنيفات الجريان الموجوده في الاوبن شانل. السكشن الثالث راح نتكلم عن سبيسيفيك انرجي، ونشوف شنو اللي هو، ونحدد نشوف شنو الانرجي لاين، ومن عنده ايضا ناخذ تطبيق الريكتانجلر كروس سكشن، يعني المقطع العرضي يكون مستطيل ونون ريكتانجلر يكون غير مستطيل. نون ريكتانجلر كروس سكشن. السكشن الرابع من هذا الفصل اوبن شانل فلو اندر سلايد جايد، اللي عندنا سلايد جايد اي جايد بوابه، وجواها شيء يصير بالاوبن شانل فلو، تطبيق مالته اللي ناخذ هذا التطبيق. السكشن الخامس راح نحكي عن ستدي يونيفورم شانل فلو، ستدي يونيفورم شانل فلو اللي عندنا بعض التطبيقات اشكال، ونعطيك المساحات مالتها والبيرمتر المحيط وشلون نطبقه وكذا. في التطبيق ناخذ هذه التطبيقات ونحكي عنها طلبتنا الاعزاء. والسكشن السابع الهيدروليك جامب، القفزه الهيدروليكيه اللي يصير بالكايت جو الاوبن شانل فلو اندر كايت، يصير عندنا القفزه الهيدروليكيه ونشوف شلون نطبق الانرجي كونتينيوتي كويجن والمومنتوم إكواجين، ثم الإنرجي إكواجين يعني المعادلات مالتنا الثلاثة، ونطلع مالتنا النوب. نجي نحكي عن الويرلز، تطبيقات والأشكال مالتها. عندنا الشارب كريستيد ويرلز، ثم نتكلم عن نوعية الشارب واللي هو الريكتانجلر عندنا هنا مثلا، والترانجل، ثم نتكلم عن براود كريستيد وير، و النوع الثاني اللي عندنا طلبتنا الأعزاء، ونحل الأمثلة وننتهي من هذا السكشن السابع. فسبع سكشنات، نجي نبدي بالسكشن الأول أبناء الطلبة الأعزاء. المحاضرات جدا واضحة كبي دي اف، حتى من تقراها جدا واضحة موضحة لك. Type of flow in open channel يعني شنو التطبيقات، شنو أنواع الجريان اللي عندنا بالأوبن شانل، وين نشوفها؟ نشوفها في الريفرز الانهار، نشوفها بالكنالز بالقنوات، شنو المفتوح اوبن يعني مفتوح للهواء، تشوفون القنوات الموجوده البارقه والكذا الماي اللي تنتقل من مكان لاخر لعندنا، وايضا نقابل كالفرتس المجاري المائيه اللي نشوفها، وبالفليمز المداخل. فهنا قلنا ان اوبن شانل از اني كوندكت، الاوبن شانل هو اي قناه ذات هاز ان اوبن اور فري سيرفيس، اكو اوبن اور فري سيرفيس. مثل على سبيل المثال اي قناه عندنا من القنوات يكون المقطع مالتها كذا هيجي، يكون هنا ما ينتقل من مكان بالبزول اللي يشوف اكثر البزل موجوده بالمناطق عاده قبل لا تنشئ شبكه المجاري، فهو يكون اوبن شانل مفتوح للاعلى. وكذلك في الانهار والمحيطات، الانهار الموجوده عندنا اللي يشوفها مثل نهر دجلة واضح اللي يمر عندنا في العراق. Example include rivers الأنهار، canals قنوات، culverts المجاري المائية، and flames اللي هي المداخل. Of these rivers and stream have the river والانسيابات الموجودة have variable cross section. فيهم عادة variable cross يعني مساحة المقطع العرضي مالتهم متغيرة مو ثابتة، مو مستطيل مربع وكذا، تتغير من مكان إلى آخر. يعني النهر تشوفه في مكان هنا مثلا عندنا يختلف
المساحة السطحية مالت العمق وشكل العمق وكذا يختلف عن في مكان آخر بعد كيلومتر أو قبل كيلومتر. Which change over time due to ليش يتغير which الذي change يتغير over time with the وقت due to شنو aeration تعاقلات and depositions الترسبات of earth تعاقلات وترسبات الأرض. نجي هسه الآن إلى أول تصنيف حكينا عنه سابقا طلبتنا الأعزاء اللي هو laminar and turbulent flow flows. The flow in the open channel could be laminar or turbulent. بالopen channel عندنا أي أن التطبيقات اللي حكيناها سواء reverse channel ممكن يكون laminar turbulent. شلون نحدده قلنا depend on Reynolds number. طلع Reynolds number مثل ما قلنا سابقا رو في ال على ميو أو النوماتيك تكون VL على كيناماتيك فيسكوسيتي. طلعوا من قيمة تحدد هذا الجريان هل هو لمينار طبقي أو توربيلنت اضطراب. Uniform and steady flow. Uniform and steady flow أبنائي الطلبة الأعزاء إنه شلون نعرف الجريان uniform إذا تغير ويا المسافة. إذا عندك مثل هنا هذا هنا عندك هذا النار هنا عندك هنا او عندك هذا مثلا جله اذا هنا السرعه مالته تختلف عن السرعه هنا يتغير وي المسافه وي الاكس فنسميه نون يونيفورم ولا ما يتغير يونيفورم ستدي اذا تغير وي الزمن او ما تغير وي الزمن. فهنا بالاوبن شانل عندنا يونيفورم اند نون يونيفورم لو ديبند اون ذا شنو شلون يتغير وي المسافه اذا تغير العمق ديبند اون ذا ديبس اوف ذا شانل اذا تغير العمق تتغير السرعه مالته هنا وهنا وبالتالي يتغير من مكان إلى مكان آخر ويسمونه non uniform. If the depth remains constant يعني يبقى ثابت ما يتغير along the length of the channel على طول القناة كلها النهر مثلاً it will be uniform. سوف يكون جريان منتظم. Otherwise وإلا يعني إذا تغير من مكان إلى آخر شيء يسمونه it will be non uniform. كما وضح في شكل 7.1 A and B. Steady flow occur when the flow remains constant over time. ما يبقى الجريان ثابت ويا الزمن. If a wave pass by a specific location, إذا أجي wave هنا عندك مثل هاي channel فوق وجدت من هنا موجة معينة موجة. إيش راح أسوي هاي الموجة؟ Passes by a specific location في موقع معين منتقلة الآخر. The depth and hence the flow will change with time. يعني العمق اللي هو uniform non-uniform يصير non-uniform. And hence, وبالنتيجة شنو؟ The flow will change over time. راح يتغير بالغد. And this is classified as any steady flow. وإذا ما تغير سمونه steady flow. أتمنى كان واضح هنا أبناء الطلبة الأعزاء. هنا بالشكل يشوفه واضح. هنا الديب في العمق تغير وما تغير ما يتغير. إذن هو شنو؟ uniform. وبعد شنو ما تغير ويا الزمن ماكو موجة فوق. إذن هو شنو؟ steady flow. ليش؟ لأن constant depth وماكو موجة. هنا أنا هذا النوع لا تغير العمق لو ما تغير تغير إذن نون يونيفور شوف هنا أنا واضح نون يونيفور هنا جاي يستعجل ليش لأن هذا كونفيرج تقارب يتعجل يعني السرعة تزداد هنا سرعة أسرع من هنا الضغط هنا أقل من هنا سبب بينما هنا شنو هذا لا يسمونه دايفيرج أو يسمونه ريتاردد اللي هو ايضا نون يونيفورم لان العمق متغير وهنا ريتيرد اللي هو ان السرعه هنا تكون اقل من السرعه هنا وعندنا حتى تطبيقات اللي هو هذا راح احكي عنه اللي هو الهيدروليك جمب والجمبر او الهيدروليكي اللي هنا يصير ادفيرج بريجر جريدينت يعني الضغط يكون بالسرعه. هيدروليك جمب تعريف جدا مهم الفتره الهيدروليكيه is allocated turbulence يعني معناها اضطراب موقعي بالموقع هنا ذات ريبيت ديستريبيوت كاينتيك انرجي اللي هو شو يسوي شوف هنا السرعه هنا عاليه هنا نشبيها السرعه قلت ريبيتلي يعني بسرعه شنو ديستريبيوت يعني يبدد يعني قلل كاينتيك انرجي كاينتيك انرجي نصف الكتله في السرعه تربيع الطاقه الحركيه يبددها يعني يبدد السرعه from the flow من الجريان generally occurs at the bottom of بصوره عامه يحصل وين at the bottom في أسفل chats اللي هنا شنو قنوات تصريف المياه الفائضة والسبيرويز والشلالات
واضح أبنائي الطلبة الأعزاء هنا وواضح أيضا في الشرح إن شاء الله. السكشن الثاني نجي إلى Open Channel Flow Classification، تصنيف الـ Open Channel Flow. الـ Open Channel Flow can be classified by comparing the speed of the liquid. ممكن أن أصنفه بمقارنة the speed of the liquid المائع in the channel يعني اللي هي V سرعة المائع to the speed of wave سرعة الموجة اللي هي الموجة اللي تكون on its surface على سطح. فإذا عدنا هذا المائع هنا على السطح هاي سرعة اللي هي شنية C وهنا المائع شنية هي سرعة المائع اللي هي V. Okay. The speed of the wave relative to the speed of the liquid in the channel is called the wave velocity. The speed of the wave اللي هي C علي من علي relative to the speed of نسبة إلى the speed of the liquid اللي هي V شي يسمونها speed velocity wave velocity تسرع الموجة. فإذا كانت أكبر من واحد معناها C أكبر من V، وإذا كانت أصغر من واحد معناها V أكبر من C، وإذا كانت تساوى واحد معناها اثنين مساواة. To formulate C لصياغة معادلة C we could apply continuity quotient on control volume. هذا control volume shown in the figure. فعندك هنا أبناء الطلبة الأعزاء هذا control volume. هذا control volume. هذا control volume هنا أكبر لك. أقدر بعد أكبر. هذا الكنترول فوليوم تشوف هنا وش عندي به هنا أبناء الطلبة الأعزاء. عندي هنا هذه عندي هذا السيرفس هنا السرعة مالته سي ويف سبيد سبيد اوف ذا ويف، وهنا عندي السرعة مال الماء هنا شنو في افترض هاي النقطة واحد وهاي النقطة اثنين. هنا الارتفاع عندي واي اللي هو هذا الارتفاع مال الماي هنا زائد لحد القمه اللي هو دلتا واي، يعني هاي دلتا واي هاي عندي واي وهذا الداتيوم. اجي اطبق يعني كانما عندي واي دلتا واي وهاي اسمي. اجي هنا ابناء الطلبه الاعزاء اطبق شنو؟ اطبق الانرجي العفو الكونتينيوتي كويس اطبق الكونتينيوتي كويس الـ continuity equation هاي عندي عبارة عن جزئين اللي هو شنو الـ convective term، وعندي الجزء الثاني اللي هو شنو الـ convective term والـ local change with the time، وعندي convective change local change with the time zero. نجي convective عندي بالبداية هنا رو السرعة اللي هي الـ VC هاي النقطة واحد اللي هي شنية سرعة الموجة C سالب السالب تكون هنا، وعندي هنا السرعه المساحه اللي هي الواي مضروبه في البي، البي اللي هو العمق مال هاي القناه كانما. هنا عندي ايضا رو الاثنين كانما، والفي سرعه مال ماها زائد واي زائد دي واي دلتا واي الارتفاع في بي مضروب العمق يساوي نصف. ارتب المعادلتين اطلع علاقه بين سرعه الماء وسرعه الويف سبيد اوف ذا ويف سرعه الموجه. The Bernoulli equation can be applied to point 1 and 2 on the surface streamline we have. هنا بدنا نطبق Bernoulli equation بين 1 و 2. ومن نطبق Bernoulli equation بين 1 و 2 أبنائي الطلبة الأعزاء نحصل على الآتي. B1 على جاما V1 تربيع على 2 G زائد Z1 B2 على جاما زائد V2 تربيع على 2 G زائد Z2. نجي وحده. نجي هنا المعادلة. هنا الـ B1 والـ B2 هو شنو اتموسفيريكال بريشر يروح من هنا ومن هنا 0 2.
ال V1 تربيع على 2G هو نفسه، ال V2 هو شنو قلنا؟ C تربيع على 2G، والوايات تختلف في ال1 اللي هو شنو Y زائد دلتا Y، وبال2 هو شنو فقط Y الارتفاعات. هسه نجي نعوض هاي ال V هنا Submuting for V، يعني نعوض ال V، يعني ال V نعوض بمكانها، نجيب هاي ال V هنا نعوضها هنا using the result from the continued equation and solving for C and help for C we will obtain هاي المعادلة. هاي المعادلة اللي هي C كدالة إما للواي. Since the wave has a small height الهايت هذا ارتفاع أي دلتا واي small والنوبة ربع دلتا واي تربيع هنا صار غلط بعد يصير كلش small، إذا هو نص يصير ربع وإذا ربع يصير بعد أقل أو point 125 وهكذا. يعني نقدر دلتا واي compared to the liquid depth اللي هو واي، لأن دلتا واي كان بينقلب ممكن أن نهمل دلتا واي and so the result become إذا عملنا دلتا واي هاي صفر هاي صفر راح يصير وهاي صفر راح يصير عندي يساوي لنا أبناء الطلبة للأس نص اللي هي جذر يعني 2G واي تربيع تقسيم ايش قد 2 واي الواي واي الواي تروح التربيع 2 واي 2 جي واي صار عندنا هنا جي واي تحت الجذر فالسي يساوي لنا تحت الجذر جي واي اللي هي ويف سبيد اللي هي سرعة الموجة أثناء الطلبة الأعزاء. أساجي إلى فرود نمبر أطلع فرود نمبر is the square root of the ratio of the initial force element to the gravitational force. The initial force out بعدين يطلع لنا يطلع لنا ال V تقسيم G Y. G Y تحت الجذر هو شنو C V على C. Where V is the average velocity of the liquid. يعني معدل السرعة مال المائع in the channel بالشانل. And Y is the depth. وال Y اللي هو العمق. هنا نجي عندنا الفرويد نمبر ذا يساوي واحد معناها ال V تساوي لنا C. يسمونه التدفق الحرجي اللي هو critical. وإذا الفرويد نمبر أقل من واحد معناها C أكبر من V. فشي يسمونه tranquil flow يعني تدفق الهادي. وإذا الفرويد نمبر أكبر من واحد معناها V أكبر من C. ويسمونه rapid flow اللي هو شنو معناها التدفق السريع أبنائي الطلبة الأعزاء. نجي إلى الجزء الثالث section 3 specific energy. The specific energy, the actual behavior of the flow at each location along an open channel depend even the total energy of the flow at the location. التصرف الحقيقي للمائع بكل موقع على channel, channel الموجودة عندنا مثل الريفر وغيرها يعتمد على من على الطاقة الكلية مال المائع بهذا الموقع. To find this energy, حتى نوجد هاي الانرجي لازم شو نطبق؟ نطبق Bernoulli equation. We will apply the Bernoulli equation which assumes steady flow of an ideal liquid. نجي هنا أنا هسه عندنا مثل هذا على سبيل المثال، هذا الشانل موجود عندنا هنا، هذا الداتيوم مالته. هنا عندنا الارتفاع y1 وهنا الارتفاع y2 يختلف، عندنا ال v1 هنا السرعه وهنا ال v2 السرعه. وهاي ال v هنا بالنص اللي هو تكون عندنا هنا أبنائي الطلبة الأعزاء. فنجي هذا الجريد لاين حكينا عنه وخذناه سابقاً قلنا هنا شو يكون V تربيع على 2G كينتك إنرجي الفرق بينه. نجي نطبق الإنرجي واجد بين نقطة واحد واثنين طبقناها. V1 على جاما زائد V1 على تربيع على 2G زائد Y1 يساوي B2 على جاما زائد V تربيع على 2G زائد Y2. شوفوا كلها تطبيقات فقط. V1 والV2 أوتوسفيريكال بريشر اللي هو مساوي ويكون عندنا أبناء الطلبة الأعزاء شنو يختصر من الطرفين لنا ومنا. شبقى عندنا Y1 زائد V1 تربيع على 2G يساوي لنا Y2 زائد V تربيع على 2 هاي المعادلة اللي عندنا 7 3. Therefore at any intermediate location كل موقع يصير بالنص. Figure 7 3 will we can also write the total energy for the flow it is يعني هذه تكون total energy إيش يساوي لنا Y1 زائد V1 على تربيع ويساوي يعني V تربيع على 2G في 1 كل مكان من هذا المكان هاي specific energy هاي هي specific energy اللي هي indication وتشير إلى the amount of kinetic and potential energy. شوفها واضح عندك kinetic energy في تربيع على 2G والpotential energy ديجيز والpotential energy بير يونت ويف لكل وزن
of the liquid at specific location. State another way, it is also called the specific head. كذلك يسمونه specific head. ليش؟ يعني head بالمتر. مالته ال specific head يعني ال head بالمتر ال ارتفاع كأنه ما ارتفع. Because it has units of length وحدتها مال طول and thereby represent the vertical distance from the channel bottom bottom to the energy line أبنائي الطلبة الأعزاء. Highly specific energy, the specific energy can also be expressed in terms of the volume مثل الفلو ريت مثل عوض كيو يساوي ان في اي يصير عندنا هذه العلاقه مالها. في المقطع السابق ان شاء الله نحكي على الريكتانجلر كروس سكشن اريا والاذر ونون ريكتانجلر كروس سكشن اريا ونكمل محاضراتنا طلبتنا الاعزاء.